لو انفصل هيبقى ميجريتد ديسيكوستريشن ده هنتكلم عليها بعدين. في نقطة تانية برضه عايزين نتكلم عليها، إن كل جزء من الجسم ليه تركيبة كيميائية مختلفة، ويكون فيه بارية. لما تحط حتة ما كانتش موجودة في حتة تانية، الجسم بيتفاعل معاها. كيميكال ريدكشن بيعمل نيون ريدكشن. فما دام في حالة الاكستروجن الديسك ماتيريال الابيديورال سبيس والسيكل ساك مش متعرفين عليه، ده مش طبيعته. فوجود الديسك ماتيريال في الابيديورال سبيس مع الاكستروجن ده انشيت النيون ريأكشن وانشيت كيميكال ريأكشن. دوت هنفيد في حاجة من دي بعد كده. هنلاقي في واحد عنده جرانيوليشن تيشو حصلت بعد الديسك جرانيوليشن، او في تلاقي واحد عنده كورة كبيرة ديسك ماتيريال وبعديها بست اشهر ولا حاجة تلاقيها اختفت. هنتكلم في الموضوع ده. هنا برضو احنا قلنا الديفينيشن بالكتاب. طب لما نيجي في الصورة تقريبا دايجرام، اهم بالنسبة لي انا اهم حاجة الدايجرام. لما اعرف الدايجرام ازاي، لان كل شغلنا عبارة عن تخيل، بعرف ازاي المنظر ازاي بالدايجرام اقدر اطبق على الصورة. هنا النيوكلس كبرت عشان دي ديجنريتد، وفي حصل تير في الانيولس، لكن فين البوسيرو بتاعنا ليجمنت، فين الشرح الفايبر تير اتقطع. ما دام اتقطعت تبقى دي الاكستروجن. بس هنا الماتيريال اللي طلعت بره لسه متصله بالديسك. ما دام لسه متصله بالديسك دي اكستروجن، لو فصلت تبقى دي اكستروجن. طيب بالنسبه للسي تي او الاكس ممكن اعرفها ازاي؟ قبل كده ما كناش بنعرف برضه بنفس الطريقه. هقسم الفيرتيبرا بودي لاربع اجزاء واشوف البيز لاين بتاع الهرنيشن واحدده، والدبس بتاع الهرنيشن واحدده. لو كان الدي لاين اكبر من البي لاين ده هقول عليه اكستروجن، لو كان الدي لاين اقل من البي لاين هقول عليه بروتروجن. دوت ممكن اعمله في اي بلين، سجل او اكسل في بي او ام ار. نفس الموضوع عشان نفهم، لان في ناس من زمايلنا بيكسيد ذا فايندينج باي بروسيد. ما اقدرش اقول ذيس اكستروجن في بين اكس ري. فبرضه بمعنى سبيسيفيك هنلاقي ان دايركت ساين، هنلاقي في المانيفستيشن بتاع السبندلوز اللي احنا كلنا عارفينه. الميوجرافي هتكون في اختلاف شويه. برضه ممكن الميوجرافي يكون اذا كان صغير فهيبقى نورمال، ممكن اذا كان كبير هنلاقي في كومبريشن للنيرف روت او كومبريشن للنيرف روت والسيكال تاك، او في كومبريشن للسيكال تاك لوحده. بس في هنا حصل رابشر للبوستيريور سينا ليجمنت. فتلاقي في كل حد فينا لسه اشتغل ميوجرافي لوحده هتلاقي في الاندنتيشن للسيرفس بتاع السيكال تاك دوت اللي بنلاقيه مع الميلوكس. طبعا احنا عارفين في صعوبه ان نفرق البروتروجن من الاكستروجن مع السي تي، لكن لما نستخدم القاعده بتاعت البي لاين والبي لاين هتبقى اسهل، هتسهل لنا الموضوع. اللوكيشن برضو اللي هو اللاترال والسوبلاترال بارديشن الحاجات دي كلها السي تي ميلوجرافي يكون زي السي تي، لكن بيتا ريزوليوشن واقدر اكون متاكد من الافكت على السيكال ساك والنيرف. عمرك ما تعمل سي تي على السيرفايكال سباين وزاود كونتراست، هتفقد كتير. في حاجات برضه حاجات ثانيه ان لازم على السيرفايكال سباين بكتير تاخد 2 ملي سكشن وتاخد زيرو انجل، وتاخد برضه من البيتكل للبيتكل في اللمبر والسيرفايكال، واللمبر ما تزيدش عن 3 مللي سكت. هنا ديت صورة ظريفة عندنا في انا شايف ان في ديسك ماتيريال بره الفيرتيبرال بليد. في لو قستها في طبعا هي عاملة كومبريشن على السيكاتاك وعلى الليفت روت،
لكن انا دلوقتي عايز الفكره هنا، ما ببصش على دلوقتي، ما بتكلمش على النقطه دي، بتكلم عن الديب روتوشن ولا الاكستروجن. لو حبيت هنا اقيس البيس لاين بتاع الدي لاين، هلاقي ان الدي اكبر من البي، فدي هتبقى اكستروجن. دي ممكن اطبقها في الاكسل وفي التشفى بتاع الام ار اي وفي الاجزاء بتاع الكبدي. هنا برضو الديسكوجرافي او الديسك الكوهاني، ده نورمال ديسكوجرافي كنت عايز اوريه لكم. فهدور بالفيلم ده، الديسك اللي تحته لو انت لاحظت في سكيل اوف ذا كونتراست ماتيريال انتو ذا ايبيديورال سبيس، ده دليل اكستروجن. لو عملت ديسكوجرافي ولقيت فيه ان الديسك الكونتراست نزلت في الايبيديورال، ده دليل ان عندك اكستروجن. لو عدنا لو ما حركتش عن في الايبيديورال سبيس، ده بروتروجن. طبعا لازم يكون عندك بوزيتيف بين ريسبونس. زي ما قلنا برضو انا بفضل ان اعمل تي 1 تي 2 بجريدنت ايكو سجل، واعمل اجزاء 3 دي جريدنت ايكو. في ناس بتحب، طبعا ده مش موجود في مصر، عاملين اصلا حسب الشغل اللي انا كنت بشوفه هنا، الكونتراست ماتيريال الكميه اللي بيدوها مش كفايه، فما اظنش هيدي كفايه هنا. لكن في ناس بتحب تحط تستخدم كونتراست عشان تفرق الاكستروجن، لان ساعات بتبقى شاكين في الاكستروجن دوت كابيدورال مان حاجه ثانيه غير الجسم. طبعا هلاقي في ايفيدنس بديسك ديجنريشن على تي 2، هنلاقي فوكال اكستروجن مان كامز فروم ديسك. طبعا هنلاقي في ايفيدنس اوف انتربتد سيلين ليجمنت، هنلاقي ممكن مايل تو مودريت انهانسمنت حوالين الاكستروجن ماتيريال. الكونتراست ده جاي منين؟ زي ما قلنا ان الماده بتاعه الديسك غريبه عن الكنال، كونتنت بتاع الكنال، ففي اميون رياكشن او كيميكال رياكشن. الكيميكال رياكشن ده هياخد الكونتراست اللي هو الفلتر، ده سبب التعب ده. برضه يا مكتوب السيستم هنا في الديسك الدكتور بتاع بيشاور عليه في ديجنريشن، في اللي تحته في عندنا في ديسك ماتيريال طالعه بره، دي مش عارف دي ديسك اكستروجن ولا بروتروجن. ممكن في السجده برضه اقيس، ما اهم حاجه عندي ان انا ما احطش دياجنوزز من الاول، اقيس وامشي اوبست وامشي سنه سنه، هقيس برضه البيز وحديث الدبس وهشوف هنا ديت انا شايفها بروتروجن ولا اكستروجن. اجي هنا بالاجزيت برضو ريبيتد، خليها برضو اسبكت ان ده بروتروجن ولا اكستروجن. هنا طبعا عايزين نشوف في هنا افكت جامد على السيتا ساك عامله ايه. طبعا اذر مانيفستيشن اوف ديجنريشن ان ذا باثيت جوينت، بس دي مش النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. اللي انا بحاول هنا ازاي افرق الانواع بتاعه الديسك. ما لو بصيت في اخر ساجيتال، امسي من تحت على البوسيريور سيجنال ليجمنت، هلاقي ان هو من فوق، يعني من عند على التوب. ما دام عمل على التوب دي بنسميها تندنج، لما دي حاجه سوري ترسع حاجه من فوق تبقى تاني. لو حاجه الخط الاسود جه من هنا يبقى انتربت. في اخر واحده فيها هنا اللي هي التنت هنا بين البنين، الوسطانيه بين البنين، الوسط الاخرانيه ما فيش. اجي هنا في الاكسل اقيس، ما بقدرش اشوف الاكسل البوسيلوم فيها ليجمنت في معظم الحالات، فبقيس برضو البيز بتاع الهرنيشن مع الديسك بتاع الهرنيشن، وبحدد في هنا ديت اكستروجن. طيب برضه ديت هنا سيرفايتال، بشوف
منشورة في الديوان، عندنا في ديسك ماتيريال طلعت بره وعاملة كومبريشن على الفيكال ساك وعلى الكورب برضه، عشان يعني بس نتكلم هنا على اكستروجن وبروتروجن برضه حقيس. أولا أعرف الأول ديسك ماتيريال دي كونكتد للمذر ديسك ولا لا، وبعدين أقيس البيم دي وأحدد إذا كانت دي بروتروجن وبروتروجن. أجي على الأجزب أجزب هلاقيها برضه بالدي والدي، هلاقيها ديت دي اكستروجن. ديت هنا في اول واحده دي تي 2 عندنا في طبعا تي 2 مع معظم العيانين، انا برضه عملت ام ار والوقت طويل فبتتهز الصوره مش واضحه، لكن في حاجه واضحه ان في ناس خارجه من الديسك وافكتد في الاتاك وافكتد كورد. نيجي برضو على الدي 1 هنلاقي ان في ناس برضو عامله دواء، فدي ايه الناس ديت؟ دي حاجه ديت جايه من فين؟ بس دي كونكتد للديسك. هيك حطيت في اخر واحده حطيت كونتراست، هنلاقي في مايلد ومودريت في كونتراست انهانسمنت، وده اللي بيحصل مع الاكستروجن. طبعا برضو لو قست الدي والدي هلاقيها اكستروجن. نفس الموضوع هنا في الاول واحده اللي هو دي 2 هنلاقي في ديجنريشن في الديسك، في ديسك ماتيريال خارجه بره عامله اوبليتريشن للسيكال ساك، عامله كومبريشن وبوش للكورد باكورد، عندنا البوستيرو اسو سيكال ساك اوبليتريتد. فطبعا لو قست هنا الدي والبي هنلاقيها طبعا جايه مع الاكستروجر. هنا برضه في الاشوف في هنا طبعا بريفري، هنا اخر واحده كونتراست برضه عملت لي اللي هي بريفر انهانسمنت، ده نتيجه الكيميكال او الاميون رياكشن اللي بيحصل مع الاكستروجن. هنا برضو نشوف في اللي فور فايف الصوره هنا واضحه، بس انا يهمني صوره واحده هي اللي بتحدد لي اقصى مدى. في صوره ممكن احنا بتاخد باراساجيتال، فممكن واحده وضحت واحده ما وضحتش، مدى واحده وضحت يبقى الثاني. فهنا برضه هنقيس في ديجنريشن مايل ديجنريشن، في برضه هقيس الدي والبي هشوفها. عايز اشوف برضه هنا مش ساعات ما بقدرش اشوف الوسيلين ليجمنت واضح، لكن لو انا بصيت هنا تحت سوري مشكله كده اللي جاي من جاي هنا وهنا جاي كده، فمش ممكن هيوصل كده من غير ما اعملش تنت هنا، يبقى في هنا انترابشن. يعني التنت لازم الاثنين فوق مع بعض تمام. اجي في الاكزيت هلاقي برضه حديث وهشوف هلاقي نفس الموضوع. طبعا في تو ليفل هنا احنا بنتكلم على اللي فور فايف ديت برضو بتوضح لي في عندي ديسك ماتيريال comes out of the disk continue to the disk material. هتحاول تبص على posterior signal ligament دي هنا حصل في الجزء الفوقاني عامل زي التن، الجزء التحتاني مش شايفه، وزائد بره ورا شويه في حاجات كده في سيجنال موجوده، ده في اكستروجن، ودي كان لازم اقول عليها في كانيوليشن تيشو او كيميكال او ميون رياكشن حصلت في السيكل ساك. الديسك سيركونستريشن برضه لما نيجي نتكلم عن كل حاجه بحاول ابدا اللي هو النظري او الكتاب بيقول ايه، هل الكتاب ده ممكن انا بشوفه ولا كلام نظري ارميه ملوش بيجي دعوه. فالكلام النظري هنا بيقول ايه؟ ده عباره عن ديسك هرنيشن ثرو فور سيكنس ديفكت ان ذا انيولاس بوستيريور لوجيتيدنال كومبلكس. انيولاس بوستيريور لوجيتيدنال كومبلكس اللي هو الشارب فايبرز والبوستيريور لوجيتيدنال ليجمنت، لان كلهم لازقين مع بعض. بقيه الجمله بيقول لك ايه؟ ذات از نو لونجر